يا هلا والله فيكم بحلقة جديدة من قصص ألعاب مرعبة. طولنا الغيبة وجبنا الغنايم، اليوم عندنا قصتين مرعبتين، ومثل ما تعودنا اللي يخاف لا يقعد. والحين خلونا نبدأ. أول قصة معانا اسمها Blood and Gore 84. يتذكرها وكأنها حصلت البارحة. هو في عمر 21 وأخو ديريك عمره 17، وعكس أخو الصغير هو كان هادي وما يحب يطلع من البيت وعنده أصدقاء محددين، بس ديريك كان يحب يطلع ويتعرف على أي أحد ويحب الحياة مثل ما يقولون. لكنهم يتفقون على شيء واحد، اثنينهم يحبون ألعاب الفيديو جيمز. وفي وقت إصدار إضافة World of Warcraft Wrath of the Lich King كانوا متحمسين جدا عشان يلعبونها لأنهم مدمنين لعبة واو. بعد الإصدار كل واحد اشترى لنفسه نسخة خاصة فيه، وبدأوا يلعبونها بشكل مستمر لمدة 3 شهور. وبفضل أن ديريك كان يحب يطلع وما يلعب كثير، أخوه تقريبا خلص بشكل تقريبي 80% من اللعبة. وبعد ما هزم الزعيم الأخير The Lich King حس أنه اكتفى من اللعبة ووقف لعب، بس ديريك كان قدامه مشوار طويل على ما يخلص اللعبة، ولأنه متأخر هو أعطاه حسابه عشان يلعب اللعبة وتكون سهلة عليه. مرت الأيام والأسابيع ولاحظ أن ديريك ما صار يطلع مثل أول، وكل مواجهة بالسؤال ببساطة يجاوب أنه مستمتع باللعبة وما بيطلع، وأنه صار يلعب مع واحد موجود في قائمة أصدقاء أخوه باسم Blood and Gore 84. أخوه الكبير استغرب لأنه ما عنده أي صديق بهذا الاسم في اللستة، وكل الموجودين يعرفهم معرفة شخصية. يقول ديريك أنها بنت من قرية قريبة منهم وسأل عن معنى رقم 84، يقول أنه ممكن سنة ميلادها وما أعطتها اسمها بالكامل، وقالت له أن اسمها لوسي، وقالت له أنه ما تعرفه نهائيا في الواقع وعرفته من اللعبة بس. وبعد مرور فترة من الزمن أعطت البنت اسمها بالكامل لوسيل فريدناند، وحتى أنه أعطتها رقمها عشان يتواصلون برسائل إذا ما كانوا يلعبون. وخلال أسابيع من التواصل فيما بينهم لاحظ أخوه الكبير أنه تغير بشكل كبير، بشرته صارت شاحبة وما يطلع أبد وما صار يروح المدرسة، وكان بس يتواصل مع البنت. حسب كلامه إنها شخصية قوية وفاهمة في أمور الانتحار ما بعد الموت ومواضيع غريبة كثيرة، وهذا الشيء خلى أخوه الكبير وأهله ينزعجون من الموضوع. لذلك قرر إنه يكلمه ودخل على الغرفة، وكان وجه ديريك شاحب ويطالع على شاشة الكمبيوتر. نادى أكثر من مرة عشان ينتبه له، حاول يقوله إن أمه وأبوه خايفين عليه، لكن ما شاف أي استجابة منه، حتى إنه بدأ يصرخ عليه وكيف إن لعبة غيرت حياتك. واخيرا ديريك تكلم وقال انه ما عنده اي اهتمام في اللعبه، وانه مشغول في المكالمات مع البنت وكيف انها ذكيه وفاهمه في امور دينيه وبالذات المسيحيه، وكان ياشر على الصليب وانه رماه في الزباله. استغرب اخو الكبير من الوضع وصار في باله 1000 سؤال. سؤال من هذه البنت؟ واذا انها ذكيه وعقلها متفتح كيف سمي نفسه بهذا الاسم Blood and Gore 84، يعني دم وحشاء رقم 48؟ ما كان شيء منطقي. في اليوم الثاني البيت ما كان في أحد، وراح ديريك يكلم أخوه الكبير ويقول أن البنت بتجي وتلعب واو معاه. الأخ الكبير وافق، بس تذكر لحظة أنها من مواليد 84، يعني أنها أكبر منه، بس قال أنه عمره 17 ويعرف كيف يدافع عن نفسه. وبعدها طلع الأخ الكبير مع أصحابه، وبعد ساعاته في طريق الرجع للبيت لاحظ أنوار كثيرة عند البيت والشرطة متواجدة بكثرة. لما قرب حصل أمه تبكي بجنب عمته، ولما سألهم إيش اللي صار قالت عمته إن لما رجعوا أمه وأبوه للبيت ما حصلوا ديريك، والبيت كان فضوي بشكل مخيف. دخل أخ الكبير للبيت وكان البيت مزحوم بالشرطة، وشاف إن الطاولات مقلوبة وبعضها مكسرة والتلفزيون طايح بالأرض، والأغرب إنه في بقعات كبيرة سودة على الجدران. لما راح المطبخ شاف الصليب ولكن بأعداد كبيرة مرمية في الزبالة. من هنا انفجع، تذكر البنت وكيف انها قنعت أخوها بأفكارها، وراح بشكل سريع لغرفة أخوه وشغل الكمبيوتر فتح حسابه في اللعبة، ومن هنا جت الصدمة الكبيرة. كان واحد من لسه موجود أونلاين وباسم Blood and Gore 85، حاول يرسل اسم رسالة تهديد لكن ما في أي رد منه. هل الرقم 84 يعني رقم الضحية؟ الأخ الكبير ولحد هذه اللحظة كل فترة يشوف الرقم يزيد
وما في أي أثر لأخوه. ممكن يكون درس لا تتعرف على أي أحد أونلاين وتطلع معه أو تخليه يجيك البيت، لأنه يمكن يكون قاتل. قصتنا الثانية بعنوان 7-1. اسمي نيثن، أشوف أشياء غريبة مخيفة، أشياء ممكن ما تكون حقيقة. اللاعب نيثن جالس يحكي قصته بأن صديقه جورج توفى قبل سنة بسبب مرض السرطان، ولا زال يفتقده لأنه كان الصديق المقرب له وجاره في نفس الوقت، وكانوا يلعبون كول أوف ديوتي وكانوا فنانين فيها ودائما يوصلوا مستويات عالية في البرستيج. قبل يتوفى جورج أعطى حساب لصديقه نيثن، وبعد سنين طويلة من وفاته قرر نيثن أنه يلعب بحساب صديقه، والحساب كان اسمه سيثن، وكان على إصدار لعبة كول أوف ديوتي وورلد وور 2، وحاب أنه يوصل للبرستيج العاشر تشريفا لصديقتهم. ولما كان نيثن يلعب وكان الفريق الثاني بيفوز عليهم، قرر أنه يشوف كم مرة قتل، وهنا كانت الصدمة، شاف اسم الحساب سيثن 1، يعني حساب ضيف بنفس الجهاز، والشخصية كانت تلعب. ترك الكنترول لوهلة من الرعب، حتى أنه لاحظ أن الكنترول الثاني اللي يمتلكه كان يشتغل، والخريطة اللي بعدها واللي بعدها بنفس الطريقة، حساب الضيف يلعب معه، بعض الأحيان كان يقتل أكثر منه بعد. برغم أنه كان في حساب ضيف معه، لأن الشاشة ما انقسمت لنصين، ولذلك كمل اللعب. ولما قرر يوقف لعب وطفى الجهاز، لكن قبل ما يطفى الجهاز سمع صوت من المايك يقول له Good night Nathan، يعني تصبح على خير نيثن. نيثن جت حالة من الخوف غير طبيعية، حتى أنه ما قدر ينام، وبعدها بأيام قرر يشتري لعبة ثانية وما يرجع لأي لعبة Call of Duty. ولما كان نيثن يدور على اللعبة في المحل، فجأة سمع صوت يقول له If you do that we can't play anymore، يعني إذا سويت كذا ما راح نقدر نلعب مرة ثانية. بدأ يتلفت وكأن الوحيد في المحل وما في حد غيره، رجع البيت بسرعة ودخل الغرفة وشاف أن الجهاز شغال، ودخل الضيف على طول، ومن الرعب كان يقول في داخله أن هذا أكيد صديق جورج اللي توفى. لعب الفترة مع الضيف وقرر أنه ينام، وهو نايم بدأ يحس بوجود شيء، فتح عينه وحصل صديقه يحوم فوقه بشكل مباشر، ويقول شكله ما كان عادي، ما كأنه هو، كان جسمه متعفن وغريب. حاول تواصل معاه وقال له You are in danger and will die in 40 days I want you to be safe، يعني أنت في خطر وراح تموت في 40 يوم، أنا أبيك أنت تكون سليم. واختفى بعدها جورج، وترك نيثن في صدمة ولا يعرف هل يخاف من المنظر أو من الكلام. مرت 40 يوم وكان يشوف صديقه في كل مكان، وقت النوم يكون واقف في الغرفة يراقبه، وفي المطعم يشوفه جالس في طاولة شخص ثاني يراقبه. يقول ما صرت أخاف من شكله، لكن وجوده كان مرعب ونظراته. أكيد أي شخص موقفه راح يسجن. وبعدها نسمع صوت الدكتور، أوكي نيثن سمعت كلامك للنهاية، سيد ويليام كنت أتكلم مع ابنك نيثن وظني أعرف إيش الخطأ فيه، كل هذه القصص وقلة النوم ورأي اللي يشوفها صديقة هذه من أعراض مرض الفصام. بعدين نيثن قام يتكلم، لا أنت غلطان، أنا أعرف أنا إيش شفت، أنا كنت أشوف صديقي يلعب معاي، أنا ما فيني شيء، أنا بس أشوف أشياء. والدكتور يسأله متى آخر مرة شفت جورج؟ ورفع عينه نيثن وشاف جسد جورج خلف الدكتور وكأنه يأشر له تعال. وقف نيثن بشكل لا شعوري وكان قدامه نافذة كبيرة مقرب منها، والدكتور مستغرب يسأله إيش قاعد تسوي؟ نيثن يرد اللي أمرني فيه جورج، ونظر للأسفل وشاف جورج تحت في الأرض يقول له تعال، وبلا شعور شاف نفسه أنه طايح من الدور الخامس، وكل ما قرب من الأرض اكتشف وجه صديقه يكون مشوه ومرعب أكثر من السابق. وقبل لا يرتطم بالأرض وكأن الزمن توقف، سمع صوت جورج يقول له Sorry my old friend There is no afterlife without you We are best friends And will be together forever، يعني آسف يا صديق العزيز، ما في حياة برزخية ثانية بعدك، حنا كنا أصدقاء إلى الأبد ورح نظل مع بعض إلى الأبد. وبعدها صوت تطام بالأرض،
وهذه كانت قصتين حقتنا الرعب. عطونا شاركم فيها بالتعليقات وان شاء الله تكون عجبتكم. وايضا لا تنسون اللايك، واللي ما اشترك بالقناة يشترك بالقناة عشان تشوفون فيديوهات طريقة مثل كذا. كان معكم فهد الشيحة بعد طول غياب، اخيرا رجعت لكم، فنشوفكم مرة ثانية فيديو ثاني. يعطيكم العافية، مع السلامة.